دائما تلامذ كيتعرضوا لهم هنايا بالاسلحه البيضاء وكيجيو لهم بالكلاب هنايا كيتعرضوا لهم. وشني وين نهضر غيضربوني ضروري نطلع من هنا غيتعرطوا لي. كنخافوا كنخرجوا كيبقاو يضربونا هنايا كيسيبوا علينا لافاج. راه سمعت بان تعرضوا لشي عائله كريسه شباب ديال المدرسه. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم بن سليمان عبد الباري رئيس جمعيه اباء واولياء تلاميذ ثانويه الملك فهد بن عبد العزيز. حنا في الثانويه هنا كنعانيو من مشاكل امنيه مستمره ما كتوقفش، دائما تلامذ كيتعرضوا لهم هنايا بالاسلحه البيضاء وكيجيو لهم بالكلاب هنايا كيتعرضوا لهم. وحنا قدمنا شكايه للولايه ديال الامن الاقليمي هنا في طنجه وكنتسناو النتيجات هذه الشكايه هنايا. ما يمكنش حنايا دائما كريساج خدامين هنايا الضرب والجرح والاباء تلامذ مرارا وتكرارا كيجيو كما قلت يعني بالاسلحه البيضاء وكاين اللي كيجي بالكلاب. والاباء انتم كتشوفوا هنايا كيجيو مع اولادهم دائما خوفانين على الاولاد ديالهم. انا ام ديال واحد التلميذ اول سنه عنده هنايا في الاعدادي، كنخاف عليه لان البارح سمعت بان تعرضوا لشي عائله كريسه شباب ديال المدرسه وده ضروري نخاف على ولدي. دابا كنديو نجيبو بزز مني. وخصنا حنا كنطلبوا اولا واحد الحاجه، خصها يكونوا كاميرات باب ديال المؤسسه، خصو يكون الامن، خصو يكون سيكوريتي دائي ضروري. هذه كنطلبوا بها لان كنخافوا على ولادنا بزاف. كنخافوا كنخرجوا كيبقاو يضربونا هنايا كيسيبوا علينا لافانج. خصهم يخليونا داخل في المدرسه، ما جا شي استاذ خصهم يخليونا تما في وسط القسم. هو كيخرجونا كيقول لك تعادلوا الشاق، كاين اللي ساكن في مغوغه، كاين اللي ساكن في برشيفه، كيجيو كيبقاو يضربوا بالحجر مع مراتو. اساسين ما كيجيوش، قليل الاساسين فين كيجيو. دابا حنا كندخلوا قليل فين ما كيجيوش، كنجيو نجلسوا هنايا، صافي كنجلسوا هنايا، فين ما جاش يسير كنخرجوا. كاملين كيجيو لنا الباب كيطردوا بالحجر، كيضربوا بالليمون، كيجيو بالشفاري باللمواس، ما كيخلوا ما كيديروا. وشني وين نهضر غيضربوني، ضروري نطلع من هنا غيتعرطوا لي. ما قاريين شو كيدخلوا الباب صح. وشني انا خوفا والاباء كاملين كيجوا لهنايا مورا ولادهم كيدوهم يوميا. ولهنا خصنا الدوريات الامنيه تكون مكثفه في هذه الناحيه ديال في هذا المحيط ديال الثانويه، باش خصوصا في هذه الاوقات ديال 12 ونص و 6 ونص. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.